أنت الآن مواضيع كثيرة جدا تطرقت إليها، والإنسان أو الشاعر بالأحرى هو لسانه محيطه ومجتمعه، وأنت في هذا العمر ما الذي يشغلك بعد أن كنت تائها في فترة عمرية معينة، وشيء طبيعي جدا في مقتبل الشباب؟ يشغلني أمر أساسي، وهو أن أكون في ما أكتب صادقا، أن أعبر عن حياتي، لأن التعبير عن الحياة كما أعيشها أو كما يعيشها أي شاعر، إذا كان تعبيرا صادقا فإنه ينقل تجربته إلى الآخر، وعن طريق نقل هذه التجربة يساهم الشاعر والكاتب في نشر الوعي بين الناس. فالكتابة أصبحت عندي مسؤولية وليست طرفا، هي مسؤولية. قبل أن تكون مسؤولية أمام المتلقي هي مسؤولية أمام الله، أي أن الإنسان الكاتب سيحاسب على أي كلمة قالها، وهذا ما أصبح يشغلني وأنا أمارس الكتابة في هذا السن.